أمين إيه؟ ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب ولايك و شير. مامي 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 تعالي يا يارا نقول لمامي ان احنا ننزل مع اصحابنا، دي هتبقى بجد خروجه حلوه. نعم علي صوتك. الله نروح معاهم البحر. بحر ايه؟ لا طبعا مش هينفع نروح معاهم البحر، ما اصلا احنا في الشتاء. يلا مامي مامي. نعم يا حبايبي. ما ينفعش يا مامي ننزل مع اصحابنا. لكن شرط واحد بس. مر يا مامي. اوكي انا مش عايزه حد، مش عايزاكم تخرجوا بره البيت ولا بحر ولا بسين ولا بتاع بتاعكم ده. اكيد طبعا مش هننزل على بحر ولا بسين، زياره بس عشان صغنونه فبتقول اي كلام. اوكي انا هو انا بليز عايزين نروح البحر. لا خليكم في البيت واصحابكم هيجوا لكم. اوكي اوكي انا وشيف هننزل نجيب، نتمشى شويه ونجيب حاجات كتير قوي من السوبر ماركت، فلو اتاخرنا محدش. مامي ما تنزلش تجيبي ازايز ميه عشان الميه خلصانه وانا عطشانه قوي ومش عارفين هنقدم ايه للضيوف. صحيح قدموا لهم كل شوكليت بتاعكم ده. اوكي هنعمل شوكليت يا مامي بس مش هنوسخ الدنيا. طيب ماشي يا جماعه انا هروح دلوقتي عشان سيريس مستنيني اهو بينزل. اوكي يلا يا يارا كلمي كيندا. يلا كلمي كيندا. اوكي الو كيندا. الو يا يارا عاملة ايه؟ كويس. كلمتيني ليه؟ اجي معانا في البيت. تمام يعني خروجة؟ ايه؟ انا وأريامة صح؟ صح. طيب يلا باي. استني 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 ما تنسيش تقولي لأيانا تجيب الكمام عشان اخر مرة نسيت الكمام عندنا في البيت. طيب اوكي يلا باي كيندا. باي باي. اوكي اوكي دلوقتي احنا هنجهز، انا هروح اعمل شوكليت كيك لحد ما هما يخبطوا على الباب. دين دونج دين دين. ايه ده انا سامع صوت الباب، في حد بيرن؟ دي كيندا واريانا واحنا لسه ما خلصناش الكيكه. طب يلا نحطها على الفرن قبل ما نفتح لهم. انت شعرك متكركب خالص خالص، شكله حلو. يلا يلا اريانا كيندا عاملين ايه؟ وحشونا قوي. وانت كمان عامله ايه يا اريانا؟ انا كويسه قوي مبسوطه وان انا شفتك، احنا كنا بيست فريندز حلوين قوي. يارا النهارده عملت لينا الشوكليت كيك، هي ما شاء الله شاطره بتعرف تعمل الشوكليت كيك. ايه ده بجد بتعرف تعمل شوكليت كيك؟ ده هي اللي معلماني كيندا الحقي. ايه يارا بتعرف تعمل شوكليت كيك؟ ايام يام يام بقى. طب تبقي تعلمينا بعدين بقى. أيوة. اوكي هي يارا يارا هتقول لكم الوصفه. يارا هتكتب لكم الوصفه على الواتساب بالليل بعد ما تروحوا عشان بس مامتكم ما تزعقلكمش. انا وكيندا عايزين نقرا اوليفر تويست معاكم. اوليفر تويست؟ ثانيه واحده انا هجيب لكم الكتاب. يلا يا يارا روحي دوري في الكتاب، روحي دوري على الكتاب. ايه يا جماعه بتاع اوليفر تويست؟ اتحرك محدش يتحرك ثانيه. ليه 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 ليه؟ ايه ده يا جماعه انتوا مش حاسين ان في حاجه غريبه في الارض؟ ايوه يا جماعه ما انا ده اللي بقول لكم عليه، ان الارض ملمعه. جماعه هو انتوا بيتكم غرق في البحر ولا ايه اللي حصل؟ انا حاسه ان في ميه في رجلي. هاي انتوا كنتوا بتشربوا عصير، واضح ان انتوا وقعتوا ميه هنا. لا والله العظيم لا مش شفتوا شنطتكم ممكن يكون جواها عصير بهدل الارض. هو لو العصير هيبهدل اقل من كده، ده البيت كله بقى بحر. صح البيت بحر، دي حاجه غريبه. بسم الله الرحمن الرحيم. مامي هتزعقلي. نقطع السراير بسرعه. نطوا على السراير نطوا على السراير. يلا يلا بصي السراير غرقت جوه البحر والبيت. كتاب مامي كتاب مامي غرق، مامي هتزعقلي جدا. وهي هتهدم لي دلوقتي بالكتاب. اوه دي مصيبه كبيره، هنعمل ايه دلوقتي؟ مامي كده هتزعقلي. هنقرا اوليفر تويست على الرمله ونستمتع بالمنظر الجميل. رمله ايه واحنا قاعدين في شط البحر؟ يا لهوي يا لهوي. خلاص انا جاتلي فكره. ايه هنجيب مكنسه ونحطهم في صندوق. ايه نجيب مكنسه او اي حاجه نحطهم في الصندوق.
فكره حلوه قوي. لا انا جاتلي فكره، خلينا الميه بتكتر يا جماعه، الميه بتكتر كده، الميه بتكتر. طيب خلينا نقعد على الرمله ونجري يا جماعه. المنظر يا جماعه، مره قالوا القصه دي، بيقولوا ان بعد ما بدل مره اللي حصل لهم الموقف ده يا جماعه، قام جات لهم شته غريبه كده. هي دي شته؟ ممكن عشان احنا في الشتا يكون حصل كده، ولا مطره، ولا ممكن السقف تكون بتنقط. لا يكون ربنا عمل كده علشان عملنا حاجه وحشه، احنا عملنا ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله. مش عارفه ممكن ايه يا جماعه. جماعه عارفه القصه دي؟ قريتها مره في الكتاب. انا كمان قريتها، انا رحت المكتبه بتاعت مكتبه الاسكندريه وقريتها. وانا رحت المكتبه ولقيت ورحت مكتبه المدرسه وقريت كتاب اسمه الاميرات مع الشيخ. بعد ما بيبي تغرق بحر وكده، هتيجي اميره الله اعلم اسمها، يعني اسمها خد الله، يعني اسمها ما اعرفش. مش مهم الاسم، اسمها فلان وخلاص. اهلا انا سرينجا. سرينجا؟ مين سرينجا دي؟ انا الاميره السحريه. ما فيش حاجه اسمها كده. صح صح يا اريانا، صح يا يارا، صح يا كندا. الاميرات نكته. ممكن اسالك سؤال يا اميره؟ هو انت اللي عملتي في البحر كده؟ او لو انت اصلا مش اميره، ممكن عادي تكوني جبتي ميه واحنا قاعدين بنتكلم ورشيتيها عادي؟ انا الاميره وانا اللي عملت كده عشان احذركم ما تشربوش في المايه والهوت شوكليت. ايه؟ ما نشربش في المايه والهوت شوكليت؟ ده احنا كل يوم بنفطر هوت شوكليت اصلا. فعشان كده وانا وكندا كل يوم بنلعب جوه المايه. يعني بصوا انتوا كده بتصرفوا ميه، والميه دي في الاخر انتوا اللي مش هتلاقوها، ونعمتكم والنعمه هتتشال. طيب يعني مفيش حاجه اسمها كده، الميه ما بتخلصش. صح يا اريانا وكندا؟ هو صح، يا حتى لو خلصت يعني اميره تجيب لنا تاني، يعني شايفه حاجه. طب على فكره انا مش مصدقه الموضوع، على فكره انا مش مصدقه الموضوع. الميه فيها ذكاء ما بتخلصش، فاحنا لازم ما نستهترش بيها عشان تفضل معانا طول العمر. بس تعرفي انا حاسه اللي هي بتقوله ده صح. وانا كمان، بس هو في اميره غيرها يا ترى؟ ويارا كمان مصدقه الموضوع. طب ممكن بصي يا اميره، استني ماما، بصي يا اميره عشان نتاكد ان حضرتك اميره ومش لابسه اي حاجه. استني عشان نتاكد ان انت اميره، اعملي لنا ساحر. طيب ماشي، هخرج لكم كل الميه والرمل دول من البيت. طيب في دقيقه واحده بس، مش هتجيبي المكنسه وتعملي الكلام ده كله؟ لا عشان نوصل بيت. هو ده فوشك. طب ممكن اسالك سؤال عشان اتاكد ان انت اميره؟ تقدري تحولي لي الى اثنين؟ ايوه انا اقدر. مين الاميره اللي بتتكلم؟ هاي يا جماعه، في ايه؟ سكتوا كده ليه؟ في مشكله؟ في مشكله يارا. واضح ان احنا المفروض دلوقتي نشوف هل الاميرات دي بجد صح ولا غلط. واحد اتنين تلاتة، مفيش. حول البنت دي لاتنين. انا بقيت اتنين. طب خليها تمشي، انا خايفة، انا بس كنت بهزر. وعكا بوزي تكا تكا دا خافي البنت دي. ايه ده، انت خوفتيني، ويارا كمان خايفة. انت بتعيطي ليه؟ معلش يا معلش كنا عايزة تسألك سؤال. انا كيندا اختي. اوكي، هو انت تقدري تغيري الاماكن؟ يعني مثلا البحر الاحمر لكاليفورنيا. انا اقدر اعمل كل شيء بجد. يا أميرة أنت اسمك إيه في الحقيقة؟ أنت اسمك ساندرا ولا سانيا؟ ساندرا. أيوة.
اوكي، مش مهم الاسم، المهم دلوقتي مامي بتخبط على الباب. بوجع بوجع اخفي كل الميه والرمل دي. تو كيندا اريانا يارا اكت عادي اكت عادي، اعملوا اكنكم عادي كول ومفيش حاجه حصلت، اوعوا تقولوا لمامي وبابي حاجه. حاضر. هاي يا مامي. هاي مامي. هاي، هو انا حسيت ان الحاجة رملة موجودة، انتو نضفتها قبل ما يمشي؟ طبعا يا مامي، ده البيت اتبهدل ونضفناه، بس معلش السيارة كانت بتكنس اللي تحتها. اتبهدل ازاي يعني؟ اصل الدولاب الدولاب يعني كانت بتنضف يعني، ففي لقينا رملة جوه العلبة. والله يعني البيت كله يبقى فيه مية. يا حبايبي انا شفت مية فوق في العمارة كلها. لا يا ماما بجد صدقينا، دي العلبة وقعت. ده كل الجيران اشتكولي وقالوا لي هيطردونا من العمارة. طيب ما نلاقي فيلا يعني. يا ريت اسكتي يا كيندا واريانا، انا بتكلم مع ولادي. حبيبي يا طن. معلش يا مامي ام سو سوري، بس مفيش حاجة حصلت بجد، دي العلبة صح يا بنات؟ صح طبعا يعني. واريانا اصلا هي وكيندا جم عشان ينضفوا معانا يعني البيت مش عشان نلعب مع بعض. شريف يعني انا وشريف كنا ماشيين وكل جيران بيقولوا لي الله يعني كان في ميه على باب بيتهم، يعني كل ده سبب العلبة. ده عصير ما يعملش كل ده. لا عصير يعمل يعني. قولوا الحقيقه والا انا اعرف لوحدي. اقول يا اريانا براحتك، في الاخر مامتك. قولي احسن. بصي يا مامي، هو بصراحة يعني يا مامي انا وميارا كان في اميرة طلعت لنا وبوظت لنا البيت الى مية، وهي اللي رجعته تاني كود عشان بنستهتر في المية. الحق يا شريف. دي نكتة يا جماعة، ضحكتونا، برافو عليكم. نكتة ايه بجد؟ ورشيتوا مية حوالي باب الجيران كلها يعني عشان تغيروا لنا. مامي احنا مش بنهزر يا مامي بجد والله. اسالي اريانا وكيندا، احنا بنضحك عليكي ليه؟ مش انت قلتي قولي الحقيقه. انا رايي برضه ان طنط معاها احلى هذه نكته. يا جماعه ليه كنتوا بتحلموا يعني؟ مين فيكم اللي شاف الحلم المقرف ده؟ مريم انت اللي شفتيه؟ ازاي يا مامي ازاي؟ ما احنا التلاته هنحلم بنفس الحلم يعني. بالظبط. انا بابا قلنا ان احنا ما بنستخدمهاش. بنات بصوا يا جماعه، ده نقول لمامي احنا اسفين، احنا كلنا احنا اسفين يا مامي. اوكي، لكن لو حصل وجات اميره تاني هموتها هي مش هموتكم. باي حبيبي. اوكي، كانت حلوه قوي الحلقه دي، واحنا عشان عجبتنا اتعلمنا من الحلقه دي ان احنا ما نصرفش في الميه وبس كده، وكمان برضو مش بس من الميه عشان ما نصرفش على اي حاجه تافهه. اهم حاجه واهم حاجه ما ناكلش كتير لحسن نتخن. ما نصرفش من الميه وما نصرفش من الهوت شوكليت. ويارا كمان عايزه تقول لكم حاجه. كتاب اتخرق. صحيح، هنعمل ايه في كتاب اوليفر وتويست؟ هنقراه امتى؟ بكره. نشوفكم ان شاء الله المره الجايه لما نيجي نقراه. مع السلامه.